قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. إلى قطاع العدالة وقضية بنك الخليفة التي تدخل يومها التاسع، حيث استنفت اليوم المحاكمة بمجلس قضاء البليدة في قضية الخليفة. وللتذكير فإن جلسة أمس قد عرفت كشف المتهمين لطرق مشبوهة في التعاملات وفي نقل الأموال، وكما كشف المحاسبون عن عشوائية التسيير وتأخر في إعداد الميزانية. تصريحات تورط بشكل مباشر الفتى الذهبي عبد المؤمن خليفة. وسيوافينا مفدنا إلى مجلس قضاء البليدة عادل زيدي بمزيد من التفاصيل في النشرات اللاحقة. لتصلك آخر مستجداتنا، اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.